السلام عليكم خوتي خواتاتي، اليوم جبت لكم فيديو جديد ديال تيك توك. غندير واحد رياكشن خفيف على واحد الولد مغربي عايش في المانيا، كيدير واحد فيديو زوين تصاور، يعني فيديو عجبني وحبيت نبارطاجيه معكم. خليكم معايا خوتي. هاد التصويره هادي زوينه، عجبات صراحه زوينه. شيش تراب، ديك تراب بيو تا تيغرس الورد عافيو تي تيصورو، ولكن مع شي وحدين محترفين ما تنساوش. هاد العيبه اللي ما تفهمتش ليا كيفاش دايره، وقال كاين شي ابليكاسيون، غتكون شي ابليكاسيون. شو دابا غادي يدخل عادي من الباب. زوين لقطه، زوين. دابا غادي يدخل عادي. هنا كان واحد شويه ديكالاج، ماشي مشكل. غادي نعاود دابا و كان غيتكى في الارض. هاو دخل دابا عادي، ما عرفتش كيفاش كيدير له. هادي اللي ما تفهمتش ليه. هادي ديال الزكيه زوينه، واحد الفلام ديال الجمهور. تحيه للجمهور، صافي. هو مع ديك المحترفين هما اللي كيصور، هما اللي كيخدموا خدمته. هذه ديال الكره هي زوينه. هاد الكره دي كانت عندي في الحماط بونجي، كتعمر بالماء، كتشد الماء مزيان. بونجا كيما بونجا، ها هي كره بالبونج. هذه ديال الكوكتيل طلعت واعره، تصوير عجبات. وكاين مع واحد الناس يخدموا معاه، هما اللي تيصوروه وتيعاونوه وكدا. صراحة تيدير تصاورات زوينة، تصاورات في المستوى. هادي ديال الساحر، ديال الساحرة اللي كطير، هاديك اللي عندها نيفة طويل، ديك اللي كتسحر، كتشفى الدراري الصغار وداكشي. هادي فيها واحد شوية الخدعة. هادي تاهي زوينة ديال ماكينة الصابون، زعما راهو كاين داخل ماكينة الصابون تيطل. زوين، ولكن في هاد الأخرى هادي خاصها من وراه، ما نتابعش، خصو يدير شي حاجة من وراه. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، فيديو خفيف حاولت انني نبارطاجي معكم، عجبني طبعا. كنتمنى من الله انه يعجبكم، وكنتمنى من الله انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي مازال ما دارش اشتراك يدير اشتراك، ودعمونا بلايك اخوت. حنا ان شاء الله غادي نحاولوا دائما نكون جديد ان شاء الله، والموضوع اللي غادي يشد مزيان وغادي يكون هو اللي يعجب الناس راه حنا غادي نكملوا في الطريق ديالو ان شاء الله. خوتي كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.